والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. يقدم لنا أخبار الاقتصاد مصطفى مزار. تفضل. شكرا إمام منصور وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. قالت وكالة مودز الدولية للتصنيف الائتماني إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص التمويل لمصر، وأوضحت مودز أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمي، مما يسهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال الشهر الجاري أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة. هذا وقد أوضح رئيس الهيئة أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر ارتفعت لتسجل 703.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة لحركة الملاحة بالقناة والتي شهدت عبور 65 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن. في إطار جهود الحكومة بتكثيف المعروض من السلع الغذائية والتموينية بكميات واسعة ومناسبة، تواصل منافذ تعبئة الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين. هذا وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية في كافة المخازن تمهيدا لتسليمها لفروع التجزئة ومحل البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي، مع التأكيد على الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن المنظمة لن تغير من توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط والمقرر صدوره في نهاية الشهر الجاري. أشارت المصادر إلى أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، وذلك على الرغم من الدور المتزايد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. أضافت المصادر أن نمو الطلب على النفط يبرز الحاجة إلى استمرار الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.